بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، سنة تانية سنة تمريض مع الباب العاشر، بعض الأمراض الجلدية المعدية. الأمراض الجلدية نتيجة العدوى بالطفيليات. واحد، الجرب، ده مرض طفيلي، مرض معدي بسبب طفيل الجرب، ينتشر عن طريق الملامسة ومدة الحضانة 14 يوم. الأعراض بتبقى حكة شديدة خاصة قبل النوم ويصيب أكثر من فرد بالأسرة، على شكل بصرات صغيرة خاصة بين أصابع اليدين والساق والذراعين والإبطين والفخذين والأعضاء التناسلية والتحت الثدي. ده مرض الجرب. العلاج، عزل المريض وغسل ملابسه منفردة، وعلاج المريض وكل أفراد أسرته في آن واحد، إعطاء مضاد الهستامين اللي هي مضاد الحساسية لعلاج الحكة، والعلاج الموضعي الاستحمام بماء دافي وصابون وحك الجسم بالليفة ثم دهن الجسم بمرهم خاص بالجرب، ويكرر ذلك لثلاث أيام. ده أول مرض من الأمراض الجلدية نتيجة العدوى بالطفيليات اللي هو الجرب. تاني مرض هو قمل الرأس، وده مرض طفيلي بيصيب فروة الرأس والشعر، وبيصيب أطفال المدارس خاصة البنات، بيسبب حكة شديدة مع ظهور بصور بالرأس وتورم الغدد الليمفاوية بالرقبة. العلاج طبعا غسل الرأس، غسل الشعر جيدا، ووضع كريمات مضادة للقمل. لكن الأمراض الجلدية نتيجة العدوى بالفيروسات، أول حاجة السنط، ودي اللي هي عين السمكة، بثور صغيرة على سطح الجلد ينتقل عن طريق اللمس ولا يسبب حكة، ينتشر بالوجه واليدين والقدمين، وهناك نوع ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي وبيصيب الأعضاء التناسلية. العلاج إزالتها عن طريق الكي الكهربائي أو الكي بالتبريد أو الليزر، وأيضا العلاج باستخدام مس موضعي. إيه تاني من الأمراض الجلدية نتيجة العدوى بالفيروسات؟ الجديري، ده مرض فيروسي ينتقل عن طريق الرذاذ وبيصيب الأطفال، مدة الحضانة أسبوعين، يظهر على شكل بثور صغيرة ثم يظهر عليها حويصلات ثم تتفتح وتغطى بقشرة. ايه تاني من الأعراض؟ ارتفاع الحرارة. تالت حاجة الهربس البسيط، وده حويصلات صغيرة مع احمرار الجلد، بيصيب الأماكن القريبة من فتحات الجلد زي الأنف والفم. هناك نوع آخر ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي وبيصيب الأعضاء التناسلية، والعلاج ندي مضادات الفيروسات والمطهرات. بعد كده الهربس المنطقي، وده حويصلات صغيرة واحمرار بالجلد، بيكون في الذراع أو الساق أو الظهر أو الصدر، وبيصاحبه ألم شديد. العلاج طبعا مسكنات ومضادات فيروسات ومطهرات. الأمراض الجلدية الفطرية، ده بتصيب الفطريات فروة الرأس أو سطح الجلد أو الأظافر، دي كلها أمراض معدية. أول حاجة القراع، وهو الفطريات اللي بتصيب فروة الرأس، وهناك نوعين من القراع. القراع الإنجليزي، وده ليه ثلاث أنواع. النوع الأول هو النوع القشري، وده أكثر أنواع انتشارا وبيصيب الأطفال، وبيظهر على شكل أجزاء محددة بالرأس ويؤدي لتقصف الشعر. النوع الأملس ذو النقطة السوداء، ده بيصيب الأطفال والكبار ويؤدي لتقصف الشعر. آخر حاجة من القراع الإنجليزي النوع البثري، وده بيصيب الأطفال والكبار، وهو يطلق بصيلات الشعر لو أهمل علاجه، بيؤدي لتساقط الشعر وبيترك ندبات لا ينبت بها الشعر. ده أول نوع من القراع، اللي هو القراع الإنجليزي بأنواعه الثلاثة. تاني نوع هو القراع البلدي، ده بيصيب الأطفال والكبار ويتغير لون الشعر ويصبح مغبرا ولكنه لا يتقصف، وإذا أهمل العلاج يؤدي لتلف بصيلات الشعر ويترك ندبات ولا ينمو الشعر مكان هذه الندبات. الفطريات اللي بتصيب سطح الجلد زي ايه؟ زي التينيا، وده مشهورة جدا. انواع التينيا كتير، اول حاجة التينيا الحلقية او تينيا الجسم على شكل حلقة حمراء محددة بلا حويصلات او قشور صمغية بحافتها. العلاج اقراص ومراهم ضد الفطريات. اتنين التينيا الارابية، التهاب جلدي اعلى الفخذين من الجهة الداخلية، وخصوصا لما يبقى فيه التصاق في الفخذين. رقم 3 تينيا القدمين او القدم الرياضي، وده التهاب جلدي بين اصابع القدمين يسحبه حكه وتموت الطبقه العليا من الجلد وتصبح لونها ابيض ورطبه مع رائحه كريهه من القدمين. والعلاج ابقاء القدم المصابه جافه وتطهير الجوارب واقراص ومراهم ضد الفطريات. ايه تاني من انواع التينيا؟ تينيا الاظافر، تؤثر على نمو الاظافر وتؤدي لخشونتها وحدوث
حفر وتجعدات بيها وتفقد لمعانها. اخيرا التينيا الملونه، ودي ظهور بقع مغطاه بقشور يختلف لونها من الاصفر الى البني الداكن، وتظهر في الصدر والظهر والاكتاف ولا تصحبها حكه او التهابات. كده خلصنا من الامراض الجلديه المعديه. هنشوف بعض الامراض الجلديه الغير معديه وامثله عليها زي الصدفيه، البهاق، الامراض الجلديه الفقاعيه، حب الشباب، الارتكاريا، الارتكاريا الحبيبيه، الاكزيما، الثعلبه، زياده الشعر عند السيدات. وهنتكلم عن كل حاجه من دول باختصار. اول حاجه الصدفيه، ده مرض جلدي غير معدي بيصيب 1-2% من الناس وغير معروف سببه. يظهر على شكل بثور حمراء صغيره مغطاه بطبقه قشريه بيضاء. يظهر المرض في اي مكان بالجسم لكن غالبا في الركبتين والكوعين ومؤخره الظهر، وبيصيب فروه الراس، والعلاج مراهم موضعية وعلاج ضوئي. ده أول مرض وهو الصدفية من الأمراض الجلدية الغير معدية. تاني مرض البهاق، ده مرض جلدي غير معدي وغير معروف سببه. يظهر على شكل بقع بيضاء بأماكن متفرقة بالجسم ولا يسبب حكة. العلاج أنتم مش مطالبين به، دهان موضعي بيمثل ميلادينين، مرهم كورتيزون، أقراص ميلادينين، والتعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية. إيه تاني من الأمراض الجلدية الغير معدية؟ الأمراض الجلدية الفقاعية، دي مجموعة من الأمراض اللي بتصيب الجلد، وتظهر الإصابة على شكل حويصلات صغيرة وفقاعات تحتوي على سائل، وعندما تتفتح تطرق قرح بالجلد. العلاج جرعات كبيرة من الكورتيزون بالفم والعناية بجلد المريض. رابع حاجة، حاجة مشهورة جدا، حب الشباب، ده مرض بيصيب المراهقين من الجنسين بعد البلوغ بسبب زيادة في إفراز هرمون الذكورة التستوستيرون الذي يسبب زيادة الإفرازات الدهنية بالجلد. يظهر على شكل بثور ودمامل بالوجه والصدر والكتفين. العلاج طبعا تقليل المواد الدهنية في الأكل ودهانات موضعية. ده حب الشباب. رقم 5، الأرتكاريا اللي هي الحساسية، ده مرض جلدي غير معدي وينتج عن حساسية لمجموعة من الأشياء زي الطعام أو الأدوية والتعرض للشمس أو التغيرات المناخية وغيره. بيكون على شكل درنات مختلفة الحجم بأماكن متفرقة بالجسم مع حكة شديدة، وأحيانا تكون الحساسية شديدة لدرجة الاختناق. العلاج في الارتكاريا الحادة، يجب العلاج فورا حتى لا يحدث الاختناق. بندي حقنة أدرينالين أو كورتيزون، ويستخدم مضاد الهستامين اللي هو مضاد الحساسية ونعالج السبب. الارتكاريا الحبيبية، ده نوع من الحساسية بيصيب الأطفال نتيجة التعرض للدغ الحشرات والناموس، ويظهر على شكل حبيبات وحويصلات صغيرة مع حكة شديدة تؤدي إلى العدوى بالبكتيريا. العلاج طبعا بتاعه هو الوقاية، الوقاية من لدغ الحشرات والناموس، إعطاء مضاد الهستامين عن طريق الفم، علاجات موضعية بالمراهم والمسات، وندي مضاد حيوي لو كانت هناك عدوى بكتيرية. للارتكاريا الحبيبية. الإكزيما، الاكزيما ده نوع من الحساسية الجلدية لها عامل وراثي وتصيب مختلف الأعمار، ليها ثلاث أنواع. الاكزيما اللي بتصيب الأطفال من سن شهرين لسنتين، ودي تظهر على الوجه خاصة الخدين وتبدأ على شكل احمرار بالجلد مغطى بقشور ثم تظهر حويصلات صغيرة عليها. ثاني حاجة اكزيما تصيب الأطفال من سن 5 سنين ل 12 سنة، ودي بتصيب الجلد خلف الركبة وخلف الكوعين والرقبة على شكل حبيبات صغيرة مصحوبة بخشونة الجلد. أخيرا اكزيما بتصيب البالغين وتظهر في نفس أماكن النوع السابق ويصحبه حكة شديدة مع زيادة خشونة الجلد. ده سابع مرض من الأمراض التي الجلدية الغير معدية، الإكزيما. المرض الثامن اللي هنتكلم عنه هو حاجة اسمها الثعلبة. والثعلبة ده مرض جلدي غير معدي يؤدي لتساقط الشعر من الجسم، وهناك نوع يصيب جزء محدد من الشعر على شكل حلقة أو أكثر خالية من الشعر وليس عليها قشور أو التهابات، وهناك نوع آخر بيصيب كل شعر الرأس أو كل شعر الجسم. العلاج طبعا لو كانت الإصابة محددة بجزء صغير من الجسم نعطي مرهم كورتيزون، أما لو أصابت جزء كبير من شعر الرأس أو الجسم نعطي أقراص الكورتيزون. إيه تاني من الأمراض الجلدية الغير معدية؟ هنلاقي حاجة منتشرة جدا وهي زيادة الشعر عند السيدات. ايه معناها؟ هو ظهور الشعر في اماكن عادة لا يظهر فيها الشعر عند السيدات، زي حوالين الفم والذقن والخدين والرقبة، ويظهر هذا الشعر بعد البلوغ بسبب
زيادة إفراز هرمون الذكورة. الأسباب قد يكون السبب غير معروف، ممكن يكون سبب وراثي، ممكن نتيجة تناول بعض الأدوية، ممكن نتيجة وجود أكياس فوق المبيض تؤدي لزيادة إفراز هرمون الذكورة، وأخيرا زيادة إفراز هرمون اللبن اللي هو البرولاكتين. العلاج طبعا علاج السبب وإعطاء أدوية ضد هرمون الذكورة وإزالة الشعر الزائد بواسطة جهاز الليزر أو جهاز الوميض الضوئي. ده زيادة الشعر عند السيدات. بعد كده هنتكلم عن جزء مهم جدا وهو الأعراض الجلدية المصاحبة لبعض الأمراض الباطنية. أي مرض في الجسم ممكن يصاحبه أمراض جلدية، زي الفشل الكلوي بيصاحبه حكة بأنحاء الجسم، حكة وهرش في أنحاء الجسم في الفشل الكلوي. العلاج ندي مضاد الهستامين. إيه تاني من الأمراض الباطنية اللي ليها أعراض جلدية؟ زي مثلا مرض السكر. مرض السكر بيصاحبه كثير من الأمراض الجلدية المؤدية سواء كانت بكتيرية أو فطرية أو فيروسية، والعلاج طبعا علاج مرض السكر وعلاج الأمراض المؤدية. إيه تاني من الأمراض الباطنية المصحوبة بأعراض جلدية؟ زي الالتهاب الكبدي بفيروس سي بيصاحبه حكة شديدة وارتكاريا وظهور مرض الحزاز. الأمراض التناسلية هم ثلاث أمراض هندرسهم. أول حاجة مرض الزهري، ده مرض تناسلي خطير يحدث بسبب العدوى بميكروب لولبي يسمى تريبونيما باليدام. وينقسم الزهري إلى نوعين، الزهري المكتسب والزهري الوراثي. الزهري المكتسب تنتقل العدوى عن طريق الاتصال الجنسي أو لمس الإصابة أو نقل الدم، وينقسم إلى أربع أطوار، ده الزهري المكتسب. أول حاجة الطور الأول اللي هو القرحة الصلبة الابتدائية، الطور الثاني طفح جلدي على الجلد والأغشية المخاطية، الطور الثالث بيصيب الجلد والغشاء المخاطي والعظام والمفاصل والعضلات الداخلية، الطور الرابع ده الزهري بيصيب القلب والدورة الدموية، وزهري يصيب الجهاز العصبي. ده الزهري المكتسب، وعرفنا ان ليه اربع اطوار. تاني نوع من انواع الزهري وهو الزهري الوراثي. الزهري الوراثي تنتقل العدوى من الام الى الجنين عن طريق المشيمة، وينقسم الزهري الوراثي الى الزهري الوراثي المبكر، وده يحدث في السنتين الاولى من الولادة وبيشبه الطور الثاني للزهري المكتسب. تاني حاجة الزهري الوراثي المتأخر، وده يظهر في السنة الرابعة والخامسة ويتميز بظهور قروح صلبة كما في الطور الثالث للزهري المكتسب. ده مرض الزهري. تاني مرض هو مرض السيلان من الأمراض التناسلية، يتميز بوجود إفراز صديدي من الأعضاء التناسلية ويحدث نتيجة العدوى بميكروب السيلان، ومدة الحضانة من 2 ل 7 أيام. طول العدوى الاتصال الجنسي، وأيضا تنتقل العدوى من الأم للطفل أثناء الولادة إذا كانت مصابة. مرض السيلان أعراضه إيه؟ في أعراض حادة عند الرجال زي افراز صديدي من قناة مجرى البول، واحمرار والتهاب فتحة مجرى البول، وحرقان اثناء التبول، وكسرة عدد مرات التبول، وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة. طب اعراض السيلان الحادة عند المرأة زي افراز صديدي من قناة مجرى البول والمهبل نتيجة التهاب عنق الرحم، او حرقان اثناء التبول وكسرة عدد مرات التبول ووجود صديد بالبول، اخيرا خروج صديد من فتحة عنق الرحم. العلاج الامتناع عن الاتصال الجنسي ومضادات حيوية. ده مرض السيلان. اخر مرض من الامراض التناسليه هو مرض الايدز، وهو مرض فقدان المناعه المكتسبه. ده مرض فيروسي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي او نقل الدم، ويتسبب في فقدان مناعه الجسم. الاعراض فقدان الوزن، اسهال مزمن، التهاب رئوي، تضخم الغدد الليمفاويه في الجسم، ظهور امراض معديه مختلفه سواء فيروسيه او طفيليه او بكتيريه او فطريه بسبب نقص المناعه. العلاج عزل المريض ولا يوجد تطعيم ضد مرض الايدز.